اتفضلي يا عروسة. ايه رأيك بقى في الجو ده؟ ايه ده؟ راوية طبعا، أكيد راوية اللي عملت كده. تخيل إن راوية زعلانة إن أنت اتجوزت. زعلانة إن أنا اتجوزت؟ أكيد، ما هو مفيش تفسير للي هي عملته ده غير كده. في ناس كده ما تحسش بقيمة اللي معاها غير بعد ما تفقده. لازم يحصل لها مصيبة علشان تفوقها. وآخر حاجة كانت تتوقعها راوية هي إن أنت تتجوز. مع إنها كانت شايفانا بعينيها وإحنا بنحضر كل يوم، بس ما كانتش متخيلة إنه ده فعلا هيحصل. تخيل يا خالد إنه راوية فعلا بتحب. بقول لك ايه؟ قول. ما تيجي نتجنن. نتجنن؟ تعالي نسافر. دلوقتي؟ اه دلوقتي. طب وباباك يا خالد؟ ده ما تقلقيش من بابا. انا هتصرف معاه. احنا هنلاقي طيران دلوقتي فين؟ لا احنا مش هنسافر بالطياره. ما هنسافر ازاي؟ بالعربيه. لا يا خالد، الدنيا ليل والطريق صعب. ما تخافيش، طول ما احنا مع بعض ما تخافيش. يلا بينا. يلا مستنيه. مساء الخير يا فندم. نعم مساء النور. حضرتك تحب تقول لي بحاجه؟ لا شويه كده، ولا اقول لك هات لي شاي؟ تحت امر حضرتك. بمل. ماشي يا حبيبتي، يلا سلام. جلال يخيبك. طب تعمل ايه هنا؟ تصدق اخر حاجه كنت اتوقعها اني اشوفك هنا اهو. شفت ربنا. بقول لك ايه، لمي نفسك، احنا في وسط الناس، في وسط مكان عام. عام؟ كل عام وانت بخير يا حبيبي. بتتكسف قوي؟ بقول لك ايه، هتجيب اللي عليك ولا اعمل فيك؟ ليه يا اختي؟ ايه حيلك عليا؟ انت مدايناني وانا معرفش. مدايناك بس؟ ده انا مدايناك ونص وثلاث ارباع. ولا نسيت ال 4000 جنيه؟ 4000 جنيه بتوع ايه يا حلاوه؟ بتوع ايه؟ بتوع شهر يا حبيبي بحاله. شهر بحاله قعدته معاك، لففتني اسكندريه كلها، خليتك تحس انك في الجنه، حسستك انك سيدي الرجاله،
ولو انك يعني لا مؤاخذه. بيت انتي اهدي شويه، اهدي. ما انا هادي اهو يا حبيبي، شايفني يعني متشيطنه؟ انا يا حبيبي لما نفسي وعارفه حدودي، ما فيش حاجه في الدنيا بتبعترني غير اما احس اني اتسكعت على قفايا. بقى يا ناقص يا واطي تسرقني انا، تاخد اللي حيلتي وتهج، قال وتدفعني ثمن الشقه كمان، وانا عبيطه فاكراك ابن ناس، اترج عر وسنكوح. صلاه النبي عليك يا اختي، هو انت يعني اللي شريفه قوي؟ يا خاله شريفه ولا نيله، انا حقانيه، احب اشتغل اخد حقي، ما احبش تعبي يروح هدر، بحزن على شبابي بتقهر. بالك انت يا واد يا جلال، لو اعرف اني هشوفك هنا اهو اقسم بالله كنت جيت اشتغلت لهم صبي ويتر. في ايه؟ ما تضحك يا واد، فك كده، ما تبقاش بدله. اب نعم يا اختي. هات اي حاجه، اصل لسه خارجه من السجن عقبال عندك، ما اشفره والله. ومين سامعك؟ ما انا زي حالاتك يا اختي. لا ما تقولش كده، ما تقولش كده، ولا ورحمه الغالي والرخيص. بس خلاص خلاص، بلا غالي بلا رخيص. ده انت ايوه كده. اب لسانك ده عايز قطع. اتفضلي. كام دول؟ 500 جنيه؟ ماشي، يبقى لسه عليك 3000 ونص. وعشان انا بنت جدعه مش هحاسبك على اجره الميكروباص اللي رجعت بيه. طب يلا يا اختي قومي هز طولك بقى، يلا خلينا نخلص. مش اما اعرف اجيبك تاني ازاي؟ مش وقته دلوقتي يا نوجة، انا في حد مهم جاي لي دلوقتي، لو شافت معايا هتبقى مصيبه. طب ما تسيبك منه، اكيد مش هم مني يعني. تعالى نسهر مع بعض النهارده. لا 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 فكك مني خالص. قول لي رقمك كده. بصي امسكي، خلينا نخلص. كارت؟ ويا ترى مكتوب فيه بقى انك نصاب؟ اكيد لا، ما ينفعش عشان ما تتفقس. خلاص بقى نوجة قومي بقى يلا. ماشي ما تصبر. يلا.